نار ديال عيد الحب مر ديال الوالدين، سولني على بطاطا فين غاديه وسولني على مطيشه، وما تسولنيش على هذا النهار اللي غنفرح اللي غنفرح قسمت المكانه وغادي نهجروا العام كامل. سولني على بطاطا شنو دايره، وسولني على ليسان شنو داير، وسولني على الغاز فين راه واصل، وسولني على الزيت فين واصله، وسولني على الدقيق فين واصل اللي ما بقيناش كنوصلوا حتى الربع اللي حتى التولد ديال ما ندخلوا لولادنا. سولني باش عشيت البارح، نقول لك رفض القاسم ونتلاقاو امام الله ما معشيه. سولني على سولتيني هذا السؤال غريب، هذا سؤال ما يدخليش للعقل. سولني على بطاطا دابا شنو دايره، سولني على الحياه اللي كنعيشها مع وليداتي، هذا هو السؤال اللي تسولني عليه نقدر نجاوب. غتسولني على عيد الحب غادي تفرح دقيقه هاد المكانه وغادي تهجروا العام كامل، سولني فيكاش غير خاص ليسانس وغادي وترخص المعيشه. عيد الحب 14 فبراير، هذا هو اليوم العالمي لعيد الحب، ومن هذا المنبر الحب كاين من العائله ديالي صنباي مو بو خوتي فهمتي، وطرف الخبز صافي. وما كنامنش بهذا النهار، كنامنش بهذا النهار، كنامن بالحب ولكن ما كنامنش بهذا النهار. يعني الحب تيكون على العام كامل فهمتي، ما يمكنش يكون غير في هذا النهار. اللي كيبغيك راه كيبغيك، ماشي جيت 14 فبراير وغادي يعطيك كادو وتسمى راه كيبغيك فهمتي. انا ما كنعرفش اخويا هذا عيد الحب، حنا اخويا الجيل ديال 1976 حنا ما كنعرفوش عيد الحب، ولا كنعرفو حب الله حب الوالدين، هي كنحبو وليداتنا ونحبو الزوجات ديالنا وكذا، ولكن هادشي اللي كاين اخويا. تبارك الله عليك، وكنحيي وكنشكر كاع المغاربه من هذا المنبر هذا، وكنشكر الصحافه هيبا بريس. خويا انا عيد الحب ما كنامنش بهذا التسميه، سميتها عيد الحب. يعني كنعرف حب واحد اللي كنعرفو حب الله وحب الوالدين، وكاين هادشي اللي كتسمع حب، ما الحب ما كاين لا حب لا والو، كاين الحب استغلال، طماع واستغلال، هذا هو كاين. البنت كتبغي طماع في الدري، والدري عاوتاني كيطمع في البنت، كتسمى استغلال. ما كاينش شي حاجه سميتها الحب، وما ما كنعرفش كاع شنو هاد الحب كاع. عيد الحب ما كاين لا عيد الحب لا والو، كاين حب الوالدين وحب الله. عيد الحب اختاروه غير الفقراء باش يستغلوا بعضياتهم، ودابا كلشي في راسو هادشي ديال الاستغلال. حتى هاد الله هي عارفه غادي يستغلها، هو عارف راسو غادي يستغل داك الانسانه، وحتى لين ما نعرف. المهم انا بعدا ما كنامنش بهاد عيد الحب، حب الله وحب الوالدين وطرد الخبز، والله يخلي لي ميمتي اللي كتهلا فيا بالزيت البلديه. عيد الحب صراحه ما كنامنش به، كاين حب الله وحب الوالدين، والحب الكبير في هاد الدنيا هو الوالده. اما هادشي كما قال الاخ يونس سابقا، هادشي غير ناس فقراء كيخترعوا هادشي من راسهم وصافي. من ناحيه عيد الحب راه ما كاينش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.